بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. أخبرنا سعيد بن عبد الله الدمشقي، أخبرنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها، إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في مسألة طاعة الرعية للراعي ووجوب الإخلاص والنصح. الإخلاص أن تعمل لله، والنصح أن لا تغش أحدا. ويقول هنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان، ما قال إذا سكنت، قال إذا مررت، يعني إذا عبرت في طريقك في السفر قاصدا مكان ما وعلمت أن هذه القرية أو هذه الميلة ليس فيها حاكم يسوس أمر الناس لا تدخلها، لا تدخلها نهي. والنهي معلق بالمرور، فإذا مررت ابتعد عنها. لا بد النهي فيه حكمة. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمراك بشيء فاعلم أن فيه مصلحة، هذه المصلحة يا عبد الله تعود إليك، ما تعود على الله عز وجل، لأن الله عز وجل غني عن العالمين. لو أطاعوه أهل الخلق جميعهم منذ خلقهم إلى أن يفنوا ما زاد في ملك الله شيء، ولو عصوه لم ينقص من ملك الله شيء. إذن أمرهم لمصلحة لهم ونهاهم عن شيء يضرهم، قال لا تمروا، قال إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها. الشرع، يعني ما جاء على في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر أو نهي، لا بد فيه من حكمة، يعني علة لتشريع هذا الحكم. هذه الحكمة قد ينص الله عليها أحيانا، يقول: لأجل كذا طلبنا منكم كذا، ولأجل كذا منحناكم عن كذا. إما أن يصرح أو فيه استنباط: ولكم في الحياة قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني إن قمتم بالقصاص من المعتدي فاعلم أن فيه فائدة، هذه الفائدة تعود عليكم بالحياة. كيف يعود علينا بالحياة؟ يعني إذا علم المعتدي أنه سيقتص منه يكف، فإذا كف ما يكون في موت، ما يكون في إزهاق أرواح. هكذا جميع التشريع، إذا لقيت جماعة مسلمة ألقي السلام عليهم، أنت مأمور أن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذا أمر لا بد فيه من مصلحة. هذه المصلحة إما أن ينص عليها أو يستفيد أو يستنبطها المسلم. إلقاء السلام فيه جلب المودة وفيه الإطمئنان بجانب المسلم، لأنه إذا قال السلام عليكم علم من ألقي عليه السلام إنما أراد فلان التقرب والإطمئنان، فتأمنه حينئذ.
إذا دخل عليك إنسان على دارك أو مجلسك أو لاقاك في الطريق ولم يلق السلام تستوحش، لا تدري ما وراء هذا الرجل. ولذا ينبغي يا عبد الله إذا جلست إلى رفقة أو وقفت بين أيدي أحد قل السلام عليكم، فيه اطمئنان وفيه دعاء وفيه كسب مودة. الشاهد قال إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها، فإنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض، فإنما السلطان، هذه جملة تعليلية، يعني السلطان يا عباد الله إنما هيأه الله وجعله، لأن لا يكون في الكون تصرف إلا والله عز وجل أذن فيه إذنا كونيا، يعني ما في شيء يكون في الكون بدون إرادته، لا بد أن يريد الله ذلك. إذا أراد الله أن يكون فلانا حاكما وسلطانا فاعلم أن هذا إنما جعله الله ذلك لأجل أن يكف العباد بعضهم عن بعض في إلحاق الشرور والأذى، وفي أن يطمئن بعضهم لبعض، أو أنهم يخشون سطوة الحاكم فلا يؤذون. الشاهد هنا يقول إنما السلطان ظل الله في الأرض. الظل يا عبد الله معناها أنها شيء يقي حر الشمس من الوصول إليك، جدار أو شجرة أو غيره، هذه الظلال يعرفها من كابد حر الشمس ولاقى لفحها. في الصيف إذا خرجنا من بيوتنا إلى المساجد في الظهيرة إنما نتتبع الفي والظلال، وإذا أخرجنا إلى تحقيق بعض مقاصدنا ونزلنا من المركوب أو على أرجلنا غالبا أحدنا يعمد إلى شيء، إلى مكان فيه ظل. الظل فيه استرواح، من عانى ذلك يعرف الاسترواح بمعنى طلب الراحة، وفيه تهيئة للنفس في قبول في فك بعض ما يعانيه المرء من تقلبات الجو الشديد. هذا الظل الذي هو استرواح للمار في الشارع الحار الذي يلاقي حر الشمس ولهيبها، السلطان كذلك. الظل في الأرض يأوي إليه الضعيف والفقير والمحتاج، لأن الغني والمقتدر عنده مظلة شمسية، إن لم يكن عنده من عنده مأوى ويبعث خدمه لتحقيق المقصود. إنما الضعاف هم الذين يعرفون فوائد الظل وينتفعون به، السلطان كذلك. من يأوي إلى الظل؟ الضعيف. ومن يأوي إلى السلطان؟ ذاك المجروح المكبود المنتهك حاله، المسلوب حقه، المعتدى عليه، من ينصفه؟ لأنه لو أخذ حقه بيده لسادت الفوضى وزادت مآثمه والانتقام منه، فيلجأ إلى السلطان. هذا معنى السلطان ظل الله في الأرض. نحن نقرأ هذا الحديث وطالب العلم يسأل، يقول علمنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل مدينة أو قرية أو بلدة ما فيها سلطان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنما السلطان ظل الله في الأرض ورمحه، فهنا التعليل. الله عز وجل لما ذكر
عن ابني آدم أن أحدهما قتل الآخر، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا دون نفس، يعني لأجل فلان قتل فلان قضينا وحكمنا عليكم أن من قتل نفس يقتل به. هنا ما في من أجل ذلك، أمرنا أمرا كونيا أن يكون سلطان لأجل سيادة العدل وأن يسود الخير والمؤمنان، ما جاء هذا التصريح. قال إنما السلطان ظل الله في الأرض، هذا التعليل ما هو تعليل مباشر، إنما إشارة إلى الحكمة، لا تدخلها يا عبد الله، ما فيها سلطان، لأنك ستظلم. أيما بلدة ما فيها حاكم؟ هكذا كان شأن العرب، ما كانوا يطيعون لأمير وما كانوا يخضعون لذي سلطة في الغالب، يعني أكثر أهل القرى والأكثر أهل البادية هكذا، ما يدينون للسلطان. ولذا لا يأمن المار ولا يأمن الحليف ولا يأمن كذا، الغدر والخيانة والسطو، فإذا افتقر أحدهم لجأ إلى قريبه غار عليه وأخذ أمواله. إذا دخلت بلد ما فيها سلطان، من الذي يحميك يا عبد الله من هؤلاء الموجودين؟ احذر، هذه من باب النصيحة والإرشاد. هذه النصيحة والإرشاد يبين صلى الله عليه وسلم حكمة فوائد وجود السلطان في الأرض. ولما قال لا تدخلها ما ذكر العلة مباشرة، إنما قال السلطان ظل الله في الأرض، لأن الظل يأوي إليه الضعيف ليقي نفسه تعب الحياة وحر الشمس. كذا الحاكم إنما وجوده لأجل أن يلجأ إليه الملهوف والمظلوم لينتصف له في حقه من المعتدي. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها، إنما السلطان ظل الله في الأرض، فهمنا التعليل وعلمنا الحكمة من ذلك. إذن نحتاج إلى معرفة هذه الإضافة، ظل الله في الأرض ورمحه. الرمح يا عبد الله آلة من آلات القتال للدفع والصيال، الدفع يعني تدفع العدو من يغير عليك، والصيال لأجل أن تصول على الخصم فتردعه. فلما قال رمحه أي أن معه من القوة كقوة الرمح يخيف بها المعتدي والظالم، فإن وجوده فيه كف وإخافة لكثير من المعتدين. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المؤمن تخوفه بالله واليوم الآخر ما يلحقه من عناء إذا خالف أمر الله. بعض الناس لا يخيفهم ذلك، لكن إذا قلت السلطان هذا الحاكم سأرفع الأمر إليه يخشى يخاف، لما سبق في علمه أن السلطان يقيم الحدود ويكف أذى المجرمين. فقال يقول صلى الله عليه وسلم السلطان وجوده هو ينتفع به الملهوف والمعتدي ومسلوب الحق، وكذلك يخشاه الظالم والمعتدي، لأن القوة مع السلطان. هذا ظاهر الحديث إجمالا، عرفنا.
لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك: لا تظن يا عبد الله أنه يقرر مسألة يفهمها الناس وهو مجرد خبر كما تقول: اليوم هطلت أمطار وسقى الناس بهائمهم وارتوت الأرض، هذا مجرد خبر، لكن من ألقاها على أناس لا يريد مجرد الخبر، إنما إدخال السرور إليهم وبيان أن المستقبل سينتعشون فيه، تتوفر لهم اللحوم وترخص الأثمان وما إلى ذلك، لأن الخبر دون فائدته ما تنفع. لو وقفت بين الناس وقلت: اعلموا يا عباد الله أن السماء فوقنا وأن النار شديد الحرارة ومن وضع يده فيها احترقت، ليش يخرج السامع بأي فائدة؟ ما في فائدة. الخبر لابد فيه لازم فائدة منها. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل، إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان لا تدخلها، إنما السلطان ظل الله في الأرض ورمحه، إيش تستفيد يا عبد الله؟ ما فائدة هذا الخبر؟ فائدته يا عباد الله ليكن بينكم حاكم يحكم بينكم بالعدل، وإلا فوضى لا ينتهي شرها ولا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. يا عباد الله، هذا السلطان الذي تعين أو وجد أو أخذ الأمر قوة، اذعنوا له، فإن إفساد الأمر عليه خروجه، فإذا خرج كانت فتنة لا تحتملوها، إنما السلطان ظل الله في الأرض ورمحه، واضح؟ هكذا صلى الله عليه وسلم يقرر المسائل، ما فيه منفعة للأمة وما فيه خير لها. يا عبد الله، إذا سمعت آية من كتاب الله واضحة الدلالة، إيش معنى واضحة الدلالة؟ يعني من فهمها علم معناها، ما يحتاج إلى تفسير ولا إيضاح. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قم أدي الصلاة على وجهها المسنون، ويا صاحب المال أخرج الزكاة كما أمرك الله، ما يحتاج إلى بيان. وفيه من الآيات ما يحتاج إلى بيان وتأمل. يا عبد الله، يوم تستأذن ما تفهم شيء مما أقول، ما أدري هو أعجمي ولا عربي، فإذا كنت عربي ما تفهم، وإذا كنت أعجمي قل سبحان الله واستقبل القبلة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لما أخبر عن ذلك: إنما إذا دخلت قرية ما فيها حاكم لا تدخلها، ما هو المراد مجرد الخبر؟ أي فليكن هناك من يقوم بالأمر، عينوه أو يأتي بقوة أو أن له سلطة، فإذا كان ذلك ما تشوش عليه يا عبد الله، لأن التشويش عليه يفضي إلى أمر كبير. هذا ظل الله في الأرض، إلا إذا رأيت كفرا بواحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى تحقيق أعلى مصلحة في الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يبعثه الله في قومه، بمعنى الحديث، إلا ويدلهم على أحسن ما علم في مصلحتهم، ثم يحذرهم على أسوأ ما يكون يعرفه، أنهم لو فعلوه أصابهم ما أصابهم. وصلى الله عليه وسلم أدى النصيحة كاملة
فقال يا عباد الله جاء بهذا المثل لأجل أن يتبين المرء ويعرف أن دولة لا حكم فيها ولا حاكم، إنما يسود فيه الظلم وانتهاك الأعراض وسيادة القوي على الضعيف. اقرأ ما بعده. عن قتادة عن أنس بن مالك قال السلطان ظل الله في الأرض، فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى، هكذا جاء موقوفا على أنس. من غشه ضل ومن نصحه اهتدى، هذا قول أنس. كيف يتم غش السلطان؟ الناس ذو مشارب، اختلف الناس، منهم حسن العقيدة والسلوك، صاحب طوية حسنة عنده نصائح ما يغش الناس، فإذا جاء في حاشية السلطان أو اجتمع معه لا يقول يا طويل العمر يا حسن الكذا إن أفعالك كذا وكذا، فيأتي بالباطل يمجده ويحسنه، ثم يظن هذا الحاكم أن هذا الشعور وهذا القول هو قول جميع الرعية، مع أن هذا قاله من باب التزلف، لأنه لو أخلص كان بين فقال الأولى كذا والأمر كذا، وهو غشه قال الدنيا في رخاء ما في غلا والتجار ناصحون والأمور كذا، لكن لو بين قال لا وجدنا من التجار من يتلاعب، ووجدنا من أئمة المساجد من لا يصلي بالناس، وعلمنا كذا أدى ونصح، كان أولى له. فيقول من غشه ضل. من غش من؟ أصل من غش جميع المسلمين، الغش في حق المسلمين عامة يؤاخذ الله العبد عليها، لكن غش الحاكم زيادة والعياذ بالله في العذاب، لأن فيه صرف نظره عن الحق فلا يعرف الحاكم، كيف يعرف ما الذي يجري في الرعية إلا من طريق أولئك الخدام والرعايا الذين نصبهم ليبلغوه، فإذا لم يبلغوه بالحق غشوا ولا ما غشوا، غشية الحاكم يلحق منها أذى لملايين وعشرات وألوف الناس، لكن غش أحد أفراد المسلمين يؤذي واحد، ولذا قال هنا من غش الحاكم فقد ضل. معنى الضلال، معنى الضلال يا عبد الله الحيرة، الحيرة أمر يصيب المرء فلا يعرف كيف الطريق، كالمسافر في الظلام ما في طرق مسفلة ولا في طرق سلكها الناس، فإذا تعطلت السيارة أو أن الدابة حرنت أو انكسرت لا يعلم أين يذهب، فيقال يتحير، هذه هي الحيرة هو الضلال. ثم ينتقل هذا المعنى المحسوس إلى المعاني الأخرى، فلما يأتي إنسان معضلة من المعضلات لا بد أحدنا يصادف اليوم أكثر من مشكلة، من أعطاه الله نور في القلب والبصيرة عرف كيف يخرج منها، ومن لم يجعل الله له نور تصيبه الحيرة، إيش يعمل؟ يعمل كذا أو لا يعمل كذا، يقال فلان في ضلال. من غش السلطان فقد ضل، أي تحير في أمره الحسي والمعنوي. ومن نصح السلطان فقد اهتدى،
فقد سلك الطريق الصحيح وبين له الله ما يكون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: جرت عادة الناس في عيد الفطر المبارك على إقامة الولائم لعدة أيام، فهل لهذا العمل أصل في الإسلام؟ وهل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده؟ صاحبنا هذا إذا قلت هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هذا من الدين، كأنه يقول فعل الولائم، لا تقول هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه، من أحدث فيه شيء فهو رد. الولائم في الأعياد وغير الأعياد يا عبد الله ليست من الدين حتى تستدل بهذه. إيش دخل هذا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم فعله؟ إنما تقول عدم إضاعة المال والإسراف، لا شيء آخر، لا ينبغي للمرء أن يستدل بأمر لا يتجه إلى المقصود فيكون فيه نوع من حيرة وضلال. اقرأ يا عبد الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.